السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا مزيان وكل شيء يكون بخير. مرحبا بنا في فلوق جديد. الفلوق ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على شكل مغامره. غادي نطلع لواحد الجبل اللي كيبان لكم لهيه، هذاك الجبل اللي لهيه، وهذه هي ثالث مره اللي غنطلع لهذاك الجبل ان شاء الله. اخر مره طلعت ليه كانت في شهر 4 اللي فات، يعني تقريبا واحد 5 شهور هذه، واليوم غادي نطلع ليه عاوتاني. الجبل هذاك الجبل يعني فيه الدروج حتى كتطلع للفوق، واليوم ان شاء الله غادي نديروا هذه المغامره هذه. يلا خليكم معنا. حتى بعد نخرج من الدار نسدو الباب. اول حاجه غادي نديها بعدا غادي نهز معايا الميدلا، حيت تقدر تطيح الشتا. الميدلا كاينه هنايا، هي هذه كما كتشوفوا. هذا هو الموتور ديالي، صراحه ما كاين اللي يقيسو، يعني مؤمن في امان الله على بركه الله. الخوت هذه هي الدار اللي كنسكن فيها، الطابق الرابع. كنسكن في الطابق الرابع ماشي الدار ديالي كامله. ونبداو دابا، خصني نمشي واحد المسافه بعدا نطلع مع هذا الجبل. هذا هنا كاين واحد الشنطي هو اللي غادي فيه، عاد من بعد غادي نلقاو الدروج. المره الفايته اللي طلعت لهذا الجبل هذا عرفتي شحال ديال الوقت درت؟ 40 دقيقه، ولكن ارتحيت ثلاثه المرات حيت كاينين الدروج، وشي مره كيكونوا الدروج طالعين نيشان، شي مره عوجين حتى كتوصل للقمه ديال الجبل. ولكن دابا كما كتشوفوا كاين غير هذا الشانطي هذا صغير، هادي راه ساقيه، شو على ساقيه ديال الماء، ودايرين لها هذا الحديد هذا علام. اني مازال غادي دابا، يلا طلعت شويه للفوق وتقادت الطريق دابا. انتوما دابا غنمشي نيشان. عرفتي الخوت، درت الرياضه السيمانه الفايته، جريت شي 4 ديال المرات، الثلاث ولا الاربعاء والخميس والجمعه، ولكن هاد السيمانه هادي جريت غير نهار الاثنين. ولكن هاد الجو هذا الصراحه الرطوبه عاليه بزاف، واخا كتكون مولف في الرياضه وكتخرج في هاد الشمس هادي والله الا كتعيا دغيا. واخا كتكون شي 33 ولا 34 درجه ديال الحراره كتعرق بزاف، وحتى التنفس ما كيكون صعيب عليك باش تنفس مزيان، فهمتي؟ هذاك الشيء علاش الرطوبه صراحه صعيبه. هنا كاينين واحد الاشجار الصغار ديال الروز، ولكن مازال غادي نطلعوا شويه للفوق، كاينين بزاف ديال الاشجار ديال الليمون. غندوز في واحد القنطره هنايا من تحت، تحت من القنطره هي هذه، الفوق كاين لوتوروت ولكن راه مازال كيصاوبوا فيه. عاد دابا داز واحد الراجل بواحد الموتور من هنا وقال لي كما يعني شنو كدير فين غادي، يعني نيتشون عالي. قلت له اني غادي نتسلق الجبل. دابا راه مازال طالع في الطلعه. انتم واخا العروبيه الخوت، شوف 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 الدنيا كي دايره، وشوف شوف الشنطه كي داير. هادو كاع دارو الدروج في الجبل، يعني هاد الشيء هذا راه سهل سهل عندو، سهل عليهم يديروه. وراه جبت واحد جوج قراعي ديال الماء معايا، راني دايرهم في الشكاره، وجبت واحد البابي نابكين حيت نبقى نعرق بزاف، ولكن ماشي مشكل. الرياضه زوينه اخويا، في الاول كتجيك صعيبه، ولكن فاش كتسالي الرياضه كتحس بواحد الراحه زوينه بزاف. نوريكم، وهذا نابكين. نوريكم دابا واحد البلاصه هنايا كاينين اشجار ديال الليمون كما كتشوفوا، هادو كاملين اشجار ديال الليمون الاخوان. والناس اللي ساكنين هنايا هادوك هما الديور ديالهم، بيت يعني جوج بيوتا. وهنايا الليمون دايرين فيه وحده، دايرين له واحد الكاغيط بيض باش انهم يحميوه من درجه الحراره. ولكن هاد الليمون هذا باقي خضر، ما غاديش يولي ليموني حتى لديك شهر 12 حتى
التالي ديال شهر 11 بحال هكاك. نزيدو دابا القدام، زعما وصلت حتى الدرجة الخوت وعييت صراحة. هاد الجبال هادو كيعيو، وهاد الجو هذا سخون بزاف. راه ما كاينش اللي كيدير السبور مع 11 ديال الصباح، حرارة قلت لك مازال غتوصل 12 وغتزيد الحرارة. يعني الناس دابا كاع ما كيخرجوش من ديرهم، قليل اللي كتلقى خارج برا، كاين اللي كتلقى خارج وغادي للخدمة مثلا ولا شي حاجة. زعما تلقى شي واحد خارج هكا وكيلعب في الشارع ولا كيدير شي حاجة ولا كيتسارى، مستحيل تلقاه هنا بعدا في هذا الجنوب ديال الصين في الصيف، يعني في النهار. ولكن فاش كتبرد الشمس كيخرجوا الناس بزاف. عاد دابا وصلت لواحد الطلعة هنايا، القمة الأولى ليه، هذاك هو الحي اللي كنسكن فيه، هذاك اللي ليه والمدرسة اللي خدام فيها هي اللي ليه. شوفوا على منظر، يا سلام، شوف 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 شوفوا تبارك الله. دابا غادي يبان لكم هذا الشيء كامل ناضي وزوين تبارك الله. والجبل اللي غادي نوصل ليه هو هذاك اللي الفوق، طبيعة يا سلام. كطيح حتى هنا بزاف، هنا كتلقى الخضورية هنايا تبارك الله. صافي هذه هي الطلعة الأخرى قبل ما نوصلوا للدروج، غنكمل دابا في الدروج. والدروج غادي يبداو من هنايا نيت، غندور على اليسر وغنلقى الدروج طالعين في الجبال. والجامع وصلنا للفوق. الدروج هادو راه ساهلين، ولكن فاش كطلع كيضيقو وكيكون داكشي صعيب شوية. راني مازال غادي دابا. صافي طلعت غير شوية وعييت. شتي باش ما كتولفش طلع في هاد الجبال هادو أول مرة، كتجي صعيبة صعيبة بزاف. شوفو كي حركت، كاين هنا واحد الباب ديال واحد الفيلمة كما كتشوفو هنايا. الليمون، أشجار ديال الليمون، ماعرفتش الليمون اش كيبان ليكم ولا لا، راه مازال خضر. شوفوا على منظر هنا الخوت، يا سلام تبارك الله تبارك الله. شوف شحال باقي لي باش نوصل للطوب ديال الجبل الخوت. شوفوا يا ربي غير ما تخرجش لينا شي الفانايا ولا شي اناكوندا، واخا مو حلوش عندهم الاناكوندا هنايا. المهم راه جيب معايا جوج قراي ديال الماء، الا عطشت غادي نشرب الماء. شوفوا انتوما التيشيرت تقريبا النص دابا فيها عرقات، ولكن هذا الشيء هذا ما غاديش يحبسني باش نوصل للهدف ديالي. فاش كندير شي حاجه هدف خصني نحققها 100 ضروري، الا ما حققتهاش كيبقى فيا الحال. ها اخوكم الموتيفاسيون عاوتاني. الرياضه زوينه صعيبه في الاول، ولكن فاش تولفها كتحس بالجسد ديالك مزيان. هو هاد البرمه هنايا ديال الماء كيخرج منها الماء، شتي كي دايره. وهنا السويقيه قلت لكم هنا عطى الله الماء، عطى الله الماء وعطى الله الخير في هذا الجنوب الصيني. الشتاء خيط من السماء تقريبا، دائما الشتاء كطيح عندهم، ما كاين لا صيف لا شتاء، لا كطيح الشتاء ديما في جميع الفصول، الصيف الخريف الشتاء والربيع. انتوما حاني مازال غادي. هاد الدرج دابا عاد ولاو كي يوعروا الخوتاه، طالعين بحال اللي طالعين في شي حيط قلت لك. هادو هما الدرج اللي كيعيو يوم من هنا للفوق تقريبا، راه بحال هكا ولا عر. عرفتي شحال باقي ليا باش نوصل؟ ولكن ما خصنيش نفكر في داكشي. ها انتوما الدرج دايرين عاوتاني على اليمين وعلى اليسار، السلام وصافي. غنطلعو للفوق، كاينه واحد الحجره كبيره رطلة، واش من رطلة ما عمري شفت شي حجره قد هكا. هادو غير حجر صغار هادو، شوف شحال الحجره قداش. واك واك الخوت شحال هاد الدروج هادو كيعيو. شوف شحال من درجه، شوف بحال اللي طالع شي دار في الطبق رقم 100
غير كتطلع. اوه دابا تقريبا راه رقات الصفيط ما كامله تقريبا، باقي غير داك لتحت شويه ويلا دابا مشينا غير شي ما كملاش واقيلا حتى 20 دقيقه وشوف الصفيط ما كي ولات. اوه مازال هادشي طويل، مازال هادشي طويل يا ربي السلامه يا ربي. اللي بغيتو تعرفوا راه واعرف الرياضه الخوت خصو يطلع للجبال، والجبال يكونوا فيهم الدروج بحال هكا. اصلا واخا يكون الواحد واعر زعما في الرياضه وكيدير الرياضه بزاف، هاد الجبل يا خويا كيسخسخ، هانتوما شوف الدروج مازالين طالعين للفوق. والعجب يا خوتي لهادو اللي بناو هاد الدروج هذا، ما عرفتش كاع كي داروا ليها يا صاح. واو 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 شوف شوف دروج واش من دروج نيت، هانتوما. اوه صافي الخوت بدا كيتسري لي لاصارج، بدات كتسري لي الحجره، خصني نرتاح، راني نرتاح لواحد 5 دقائق. شوف 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 صافي طما دابا رقات كامله 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 كامله، خصني نرتاح شويه ونشرب شويه ديال الماء ونكمل. عاد دابا ارتحيت ل 5 دقائق او اكثر وغادي نكمل دابا الطريق، غتكون باقيه لي شي 15 ولا 20 دقيقه باش نوصل لفوق. يعني هاد المسافه اللي ضربت دابا غادي نضرب عاوتاني الدوبل ديالها عاد باش نوصل. هانتوما باقين الدروج حتى لفوق. واك واك عباد الله محال واش غادي نوصل للقمه ديال هاد الجبل هذا. شوفوا 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 الدروج كي مازالين طالعين. ولكن ماشي مشكل، I have to keep going، خصني ما نحبسش. غادي نرتاح المرة الثانية، غادي نطلع غير واحد شوية ونرتاح عاوتاني واحد 5 دقائق ومن بعد غادي نكمل هاد المغامرة هادي الشيقة. وا صعيب هادشي، صعيب 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 صعيب، هاد الجبل هذا صعيب طلع ليه. دابا غادي يبقى يضيقوا هاد الدروج هادو حتى نطلع للفوق. شوفوا دابا الدروج راه بداو كيضيقوا ولكن راه مازال، المهم اللي بداو كيضيقوا راه قربت نوصل للفوق. عاد دابا بديت كنطلع في الدروج اللي كاينين حدا بزاف ديال الاشجار كما كتشوفوا، عندك غير تخرج فينا شي لفعانه يا صغيره ولا شي حاجه. ولكن الا مكتب لك تموت راك غادي تموت هنا، الا مكتب لك تعيش راك غادي تعيش. ياك سمعتوا الخوت، المكتب انت راك كدير الاحتياطات ديالك، حنا كنديروا الاحتياطات ديالنا، الاحتياطات ديالنا. و الا مكتبنا نعيشوا راه غادي نعيشوا، مكتبنا نمشيو عند الله غادي نمشيو عند الله. اوه مغامره، واش من مغامره هذه؟ قال لك if there is a strong will the impossible becomes possible، إلا كاين هناك واحد العزيمة قوية المستحيل يصبح غير مستحيل، المستحيل يصبح شيء، المستحيل يصبح شيئا ممكنا. And I totally agree with this، متفق أنا مع هذه العبارة هذه. أوه ومازال مازال مازال انا غادي نطلع دابا مع واحد الدروج وكاين هنا الظلام مظلمه القضيه حيت كاينين بزاف ديال الاشجار غاطين هاد الرطوله هادو غاطين هاد الشيء كامل. اوه شوف 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 تبارك الله على هاد الناس هادو يا صاحبي، خدامين خدامين يعني. شوف شوف باش اش ديروا لك صاحبي دروج من تحت صاحبي حتى لفوق الجبل خصهم يكونوا شناوة، وكنتمنى حتى حنا يديروا لنا بحال هاد الشيء هذا في دوك الجبال اللي معروفين في المغرب. كنتمنى المسؤولين يديروا هاد الشيء هذا باش يسهلوا على المواطنين انهم يطلعوا للجبل. وكنتمناو الخير ان شاء الله، وكنتمناو بلادنا تزيد لقدام وحتى هي يكونوا فيها بحال هاد الشيء هذا اللي عند شناوة هانتوما.
غادي نزيد شويه لهيه وغادي نوقف صافي. غادي نوقف نشرب الماء. ديك النهار وقفت شي 3 المرات ولا 4 المرات غير باش نرتاح ونشرب الماء. هاد المره كذلك غادي نوقف 3 المرات ولا 4 المرات. شوف كي كيبان داك لتحت، شوف ان شاء الله منظر، شوف منظر جميل. يا سلام يا سلام على الشينوا. شناوا خدامين بالمعقول، خدامين بالنيه ديالهم، خدامين بالقلب ديالهم، كيبغيو الشعب ديالهم. هذاك الشيء علاش البنيه التحتيه كتكون مزيانه، فرص العمل كاينين، البطاله قليله، كل شيء موجود هنا. الشينوا دوله زوينه، واللي قال لك الشول الشينوا دوله خايبه غير كيكذب عليك وما تيقوش. هو هاد الحجره خلاص حتى هي كبيره اكثر من هذيك الاولى. دابا الخوت عجيت لهنا، انا حطيت الكرطابل، غادي نرتاح لواحد المده ديال 5 دقائق ولا 4 دقائق ونكملوا هاد المغامره ديالنا اللي صراحه مغامره شيقه. كما كتشوفوا هذا هو الكرطابل اللي جبت معايا، كرطابل ما بقيتش كندير للمدرسه، كنمشي دابا غير بواحد الكلاسور. راني جبت حتى الميدلا، راه وريتها لكم، هي هادي الميدلا على حساب الا طاح الشتا ولا شي حاجه. وجبت القرعه ديال الماء، هادي هي القرعه ديال الماء اللي شربت فيها شويه، راه باقي فيها الماء. نكمل هاد القرعه نيت، وراه باقي لي واحد القرعه اخرى. صراحه هاد تسلق الجبال ليس بالامر السهل. بسم الله. الحمد لله. والله الا كتبان لي عرفتي قبيلات في الصباح شفت واحد الشناوه، 3 الدراري معاهم واحد البنت راكبين في البيكالات ديالهم، دوك البيكالات ديال الجره. وكنقول صراحه تينا نشري شي بيكالا ونبقى كل سيمانه السبت ولا الحد نمشي شي بلاد هكا قريبه للمدينه نينغدا، يعني واحد 30 كيلومتر مثلا بحال هكاك فهمتي. نمشي لتما ونصور لكم، ما عندي دابا الجوب رو هي اللي باش كنصور، نصور واحد الفلوق يكون ناضي ونديرو شويه تنويع في الفلوقات باش يكون داكشي ناضي. يعني مره سفر، مره سايكلين، مره نطلع لشي جبل بحال هذا باش يكون داكشي صراحه زوين ويكون زعما مختلف، يكونوا الفلوقات مختلفين. شوفوا دابا كي كيبان الفيو، مازال ما طلعتش للفوق، راه باقي لي غير شويه. هذاك هو الحي اللي ساكن فيه، وهذيك هي المدرسه. صراحه فيو واعر بزاف. هنايا واحد الساقيه ديال الماء كما كتشوفوا، و دايرين تما الفلوس، ما عرفتش علاش دايرين دوك الكوينز تما. واحد ماشي واحد يوان بحال اللي قلتي، 2 دريال ديالنا اللي نحيهم في الماء. عاد دابا جيت لواحد البلاصه وقال لي هاد الشينوي هذا بلي راه كاينه واحد الفعال فوق في الجبل، وقال لي بي كيرفول، يعني ما خصكش تمشي لفوق. وبوي انغاي تشي شاميان جماعه اوكي قال لي خصني نمشي من هاد الجهه هادي. اوكي خلعنا دابا هذا، قال لك لقى واحد اللفعه كتمشي في الجنب ديال هنايا، ما عرفتش واش نطلع ولا لا. الصراحه باقي لي غير واحد شويه نطلع للفوق. اي دونت نو انتوما، راه باقي باقينا الدروج هادو، ولكن دابا شوف الدروج كي ولاو مضيقين، كيضيقوا حتى للفوق. قال لي الا ما ضربتيش اللفعه ولا شي حاجه راه ما غاديش تقيسك، ما غاديش تعضك. قلت له شحال فيها من مترو، قال لي فيها شي مترو بحال هكاك. صراحه ما عرفتش واش نكمل هاد المغامره بديتها، وعاد دابا ما بقاش فيا العيا، ولكن خفت لا تمشي تعضني هذيك اللفعه. خلعنا هاد الشينوي هذا. الله ما عرفتش ولا نحبس غير هنايا كاع، كيبان لي نحبس غير هنا نيت صافي نرجع فحالي كاع الخوت.
هذا الشيء هذا فيه الخطر فهمتي، هنايا الجبال و كاينين الفاعي وكذا. زاد خلعنا هذا، هاد جوج مرات اللي طلعت لهاد الجبل هذا، وهادي هي المره الثالثه، وما عمر ما عمرني شفت شي الفاعي صراحه في الطريق هكا ولا في الغابه فهمتي. ولكن هذا قال لك راه شافها، ولكن قال لي زعما ما تخافش، غير زعما بي كيرفول، خصك تكون حذر لا تمشي تعضاك ولا شي حاجه فهمتي. هادشي اللي كان للاسف، ما غاديش نكمل هاد الرحله هادي حتى خلعنا هذا. قال لي كاين شي الفاعي الفوق، كان باقي لي غير شويه الصراحه، شي 70 متر بحال هكاك ولا 60 متر ونوصل. ولكن للاسف غادي نرجع دابا نهبط لتحت نرجع للدار. عاد دابا غادي نرجعو، لقيت مع هاد الشينوي هذا لي جاو جامي من زه تان كونتي تان كونتي و جا ولا شي دو لا شي دو خن قاو شي رن شي ني ني جودا و دا جون كو هو هو بو هو بين هو بين هو و اي تشي اندا شي هو و جو زاي دون بي دون بي ران شي هوان ليو تيان سوي و شوي غو لا هاو دو جون ون جي بيان دا رن بو شي هوان说话那么多，他们说方言，对对对对，听不懂，我也听不懂。是的，是的。你这老头在问这，啊，我老头说的这些啥啥意思？不是自了，还得带。我老头这一打，啥意思？裤子，可是也非要给，呜，得问带。啊，我来给你的药。هذا هو الرياضة، هذه هي الرياضة الحقيقية، فاش كتطلع في شي جبال ولا كتدير البوكسين كتسمى الهاي انتنسيتي ورك اوت. بقينا دابا تقريبا شي ما كملاش النص ديال الطريق ونوصل لتحت. انا قربت دابا نوصل لتحت، باقي غير شي دريجه تخفف ضرف. اوه عرفتي فاش كدير واحد المجهود بدني باش كتطلع للفوق، فاش كتجي هابط واخا الهبطه هي خلاص راه ساهله على الطلوع، ولكن في الهبطه حتى هي كتجيك صعيبه شويه. ها نتوما حنا قررنا نهبطو لتحت، ها المدرسه كتبان ولا الفيلاج اللي ساكن فيه. صافي دابا سالينا من الدروج، واخيرا باي باي الدروج. دابا غادي نكملو في هاد الشارع هذا، غنبقى هابط 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 حتى نوصل للدار. نيت نيشي شوا وشي ناكا كوتيا دا مولوك تو يعني تجي دا مولوك ما تينسوكو اوكي. قال لي منين انت؟ قلت له المغرب. قلت له واش كتعرف المغرب؟ قال لك فايت سمعت بها. دابا قربت نوصل للدار الخوت، ها نتوما ديك البلاصه اللي جيت منها هي هادي، وهادشي اللي كان. المهم راه ما كملتش ربحه، هادي ربحه هادي ماشي ذبحه. قال لك واحد المثل اللي خاف نجا، هاد الخوف هذا ما نبعش من الخوف فهمتي. غير قلت زعما تمشي تقدر كاع توقع شي حاجه، وانا اصلا قربت كاع نوصل لهذيك القمه، صافي نرجع في حالي راه درنا الرياضه كما كتشوفوا. الرياضه فيها شي ساعه ولا اكثر كما كتشوفوا. حرقنا صيفط ما كامل عرقات، السروال نص منه حتى هو عمر بالعرق. ايوا غدا ان شاء الله عاوتاني نمشي شي بلاصه اخرى ندير فيها شي فلوق، ولكن ما غاديش نطلع للجبل، ما غاديش نطلع للجبال، اما نجري اما نمشي الجبال حتى يبرد الحال الخوت. حيتاش في الصيف دابا راه ماشي الصيف، الخريف، ولكن باقي عندهم الصاد هنا، يعني راه باقيين الفاعي فهمتي في الغابات، وضروري خص بنادم يحمي راسو من هذا الشيء هذا. يلا كان هذا هو الفلوق ديالنا ديال اليوم،
الله يعاونكم الخوت وتهلاو فراسكم. goodbye.